في حاجة في العربية سعادتك؟ لا يا عم حسن، ادخل نام انت. الفيلا ما فيهاش حد. ما انا عارف، ادخل نام انت. حاضر. يا مجنون. انت عارف ان انا مستغربة نفسي قوي. ليه؟ مفضية البيت كله عشان انت تيجي، وبعدين دي اول مرة اسيب ابني يسافر مع بابا من غير ما ابقى. وانت عارفة بقى يعني ايه ان انا اجي متهرب في عربية وعامل زي الحرامية كده؟ فاهمة ده يعني ايه؟ انا بموت في الجنان معاك عبدالله. بفكر اعمل لك ديزاين للستايلات دي كده. ايه ده؟ دي اوض نوم اطفال. طب وانا اعمل ايه بقى؟ مش عارف اشوف غير كده. طب هات مصحف وانا احلف لك عليه ان انا مش طفله. انا اللي قد عيالهم ماشيين وراهم بيجروا في ديور جالبهم. يا بنتي ملهاش علاقه بالسن. انت حتى لو عندك 90 سنه برضه هتفضلي طفله. دي حاجه حلوه بجد. ايه ده انت بتعاكس؟ اتكسفت؟ مش انت بتقول انك انت بتعمل تصميماتك بروح صحابها؟ ركز كده جوه روحي هندسه، في حاجات كتير قوي غير الطفوله. عايزه اسالك سؤال بس مكسوفه اساله لك وما ينفعش اساله. بس انا مش سامح للاعلاميين انهم يتدخلوا في حياتي الشخصيه. والإفيه اللطيف ده بتداري بيه ايه بقى؟ كسوف ولا فضول؟ سأل. أنا ممكن أكون متخيلة إن أنت شايفني صديقة لطيفة، بنوتة صغنونة، والأي كلام ده كله. بس السؤال بقى، أنت شايفني أنا شايفاك إزاي؟ صدق سؤال صعب. خد وقتك، فكر في الإجابة. لما تلاقيها، كلمني. باي. الو. ايه؟ لو كان عندي شك انك بتحبيني بس علشان انا مسيحي كنت خفت تكرهيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي. عند المسلمين اسمها الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وعند المسيحيين اسمها الله محبة، وفي كل ملة وكل دين ربنا وصانا نحب بقلوبنا. أميرة انت صوتك ده قلقني بجد. انا مش عارفة اشكرك ازاي اللي انت عملته معايا من يوم ما بابا راح يا عبدالله. تشكريني؟ هو احنا في بينا كده زمان ايام الجامعة؟ كان في واحدة زميلتي بحبها قوي، كنا لما نزوخ كانت دايما تجيبني هدية. أنا مش حامل أي ضغوط من أي نوع يا عبد الله، أنا تعبانة. وأنا مش عايز أضغط عليك يا حبيبتي. مستعد اعمل لك اي حاجه بس عايز اشوفك مبسوطه. انا
شيك جدا. شكلنا هنسمع خبر حلو قريب. نرمين سيبينا لوحدنا شويه. انت عارف انا بقالي قد ايه مش عارف اتلم عليك؟ فادي وحياه ابوك اعتبرني في اجازه، شوف انا بقالي قد ايه ما خدتش اجازه؟ اجازه ايه؟ ما دام عندنا شغل مفيش حاجه اسمها اجازه. معلش يا فادي بعدين بعدين. المهم ان انا نقيت الخاتم وخليت نرمين تلفه لفه كادو حلو قوي كده ورحت لها. اول ما لقيتها قدامي خفت اديهولها لحسن تقلب عليا تاني. مريم سالتني عليك كذا مره. انت ما بتردش عليها ليه؟ تيجي هرد نشوف مين اللي خلص الشوكليت بتاعه الاول. يلا امسكي. هي صحيح لما حيت لك بحاجه اخر مره كانت عندك في المكتب؟ انا اللي خلصت الاول. كده يا روضه تسبقيني. عبد الله انت لما بتتصدم في موضوع اميره ده بالذات بتكتئب وانا بلوص فيك ما بعرفش اعمل فيك ايه. ما تقلقيش يا نادين، اصلك مش فاهمه العلاقه بيني وبين اميره دلوقتي شكلها عامل ازاي. سبحان الله كأن موت ابوها ده رجع اللي بينا يتولد من جديد. ما هي مش في حاله نفسيه طبيعيه. انت لو عندك حبه مخ بدل البلوزه اللي هنا ده كنت فهمت لوحدك. ما ترحمي امي بقى. بس البنت ما قاسها شويه حاجات وحبقه هردهم زي ما بقول كده لحضرتك يا اياد يا ابني. البنت بتروح شغلها الصبح وبترجع هلكانه يا عيني بالليل من كتر اللفه على المحلات. قديمه قوي وبلدي الطريقه اللي انت غيرتي بيها الموضوع اول ما جيت. خياطة باينة يا مدام. شايف شايف يا أستاذ إياد بتتكلم معايا إزاي؟ مدام قالت لك يا أستاذ إياد وهي متمسكلة قوي كده يبقى أكيد بتشحت. وطبعا جاية عايزة 10,000 جنيه مع إن أنا لسه مديها 20، بس وحياتك هي ما هتمشي من هنا غير لما تقفلوا من 30. أنا سمعتها 20 كمان. شوفي بقى أنا مش هسمح لك تاني مرة إني تتكلمي معايا بالشكل ده. تسمحيش يا شيخة بطلي عفانة بقى. اف بحبكيش تعصرني ولا اتفق. هي دي اول مره جديده رميت لها فلوس وشها وخلاص خلص. ايه ده؟ انت كمان؟ انما ايه يا بنوته القمر ده؟ ازيك يا كريم؟ ازيك يا نادين عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام، اخبار شغلك ايه؟ والله كويس بس في شويه مشاكل. انت عارفه بقى انت عامله ايه في التصوير بتاعك؟ كويس اهو. عايزاك تبقى تيجي تتفرج على الصور. انا سمعت انك هتعملي معرض، امتى بقى؟ قريب جدا ان شاء الله. اهلا 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 اهلا. ازي حضرتك يا دبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ نورانا يا دكتور. طبعا عشان كده ما هو الشغل الحلو اللي انتوا عاملينه ده هو اللي بيخلي الباشمهندس بتاعكم يتنطط علينا. هو ليه بيتعامل كانه لسه ما خدش باله ان انا جيت؟ قريب حاجه اشربها. انسه مريم ازيك عامله ايه؟ يا رب يخليكي. ممكن اعرفك على بنتي لو سمحتي؟ ممكن؟ اه طبعا اتفضلي. ايه اجمل ولا اشيك من كده؟ مش تيجي تسلم على اياد الورداني والدكتوره فريده وتخليك محترم؟ انت متاخر على الناس شغلهم وهم هناك عمالين يشكروا في شغلك.
يلا يلا يا نادين تعالي معايا. يلا باشمهندس نورتنا. اشكرك. هاي يا باشمهندس. هاي يا دكتور. اعرفكم نادين بروفيشنال فوتوغرافر، طبعا مستر اياد الورداني والدكتوره فريده بيدي. اهلا وسهلا. برافو عليك، ده شغل الامريكان والفرنساوي. اشكرك. وبيتهيألي بقى خلاص خلصت شغلك وفضيت لنا ولا ايه؟ بعد اذنك. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انت سايبني واقفه هناك لوحدي يا كريم، انا اعصابي بايظه. جه وقف قدامي ما قالش حتى هاي. انا مش مصدق انك جيتي. ما كانش ينفع اني ما اجيش. انا همشي. طيب بابا شماء شوفك تاني. طب ممكن تبطل تبص لي بالطريقه دي؟ مش عارف. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا كريم. مساء الخير. مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك يا مريم. ازيك؟ انا اذنكم. تعالي اوريك المكان. منتهى البرود. مش كفايه انه اختفى بعد الكلام اللي قلته له اخر مره؟ هو فاهم اني قصدت ابينه اني معجبه بيه، هو كمان بين انه مهتم اكتر من مره، بس عشان انا بينت اكتر هو عمل عبيط. زعلانه منه ليه عشان عمل عبيط؟ انت بالك سنين عامل عبيط، ولا انت فاكره ان انا مصدق انك غبيه ومش واخده بالك للدرجه دي؟ انا حتى ممثل فشل بيبان عليا. بس لو قصدك تجرحيني للدرجه دي شريرة مرة شريرة. روضة فيها حاجة يا نادين؟ أول مرة في حياتي أفكر بجد في إن أنا أنتحر، والحاجة الوحيدة اللي منعتني بنتك اللي نايمة جوه. مالك يا نادين في ايه؟ دي ان انا خارة يا فادي. انا النهارده اول مره احس بجد قد ايه انا خارة. انا عايش عشان افشخ نفسي وافشخ كل اللي حبوني. انت انا بوظت لك حياتك، بوظت علاقتك بصاحبك وبنتك. حتى دلوقتي بكل الانانيه اللي في الدنيا انا بفشخك الكلام اللي انا بقوله. طب ليه؟ عايزه انا ايه؟ فاهمه ان ايه ممكن يحصل؟ ولا حاجه. مفيش أي حاجة هتحصل. ما تزعلش مني يا فادي عشان خاطري. أنت كويس أوي. أنا اللي خارة والله. أنا أنت ما تتحركيش بقى. أنت مجنون يا عبد الله. ومين اللي جنني؟ مش أنت؟ وبعدين أنا متخيلك بجد قاعدة على كنبة في الليفنج وتانية ركبك ولابسة لابسة لابسة اوف وايت في جراي. ايه ده، انت شايفني ولا ايه؟ حسي بعدين كفاية فرق بقى. لا انت كده شايفني بجد بقى. بقولك ايه، الباب بيخبط، هروح اشوف مين. هرجع. اوكي باي. انت كنت بتشتغل ها؟ ازيك يا مريوم؟ ازيك يا طارق؟ مريوم عزماني على السينما النهارده. خلصي كلامك معاه بخصوص الفيلا بتاعتكم وتعالي خديني من تحت. ها؟ انا عارف انك كلمتيني كذا مره وقلت لنادين هي اجابه السؤال صعبه قوي كده. كل ده مش لاقي اجابه ولا نسيت ان انا سالتك سؤال من الاساس. انا لسه مستنيه الرد على فكره. مريومه، انا مش مريومه. مريومه دي عيله صغيره وانا مش صغيره. انت ارق بنت عرفتها في حياتي.
وانا لو هبقى اب عمري ما اتمنى ام لاولادي احسن منك. بس ما هي التقديمه العظيمه دي دايما بيبقى وراها بس ايه بقى؟ هقول لك انا بس ايه؟ واضح ان انت مش شايفني زي ما انا شايفاك. انا لازم امشي. المفروض على حسب المواعيد اللي انا مرحرحاها معاكو ان انا استلم التصميمات دي من اكتر من شهر، وما اظنش ان انتوا هو لدرجه ان انا افكركم ان شغل ناس تانية متوقف على شغلكم. لا دكتور، حضرتك عارفه كويس ان احنا طبعا مش هواه، بس موضوع التصميمات ده دايما. هو انت اللي المفروض تتكلم عن التصميمات دي يا فادي؟